نلتقي اليوم في هذا اللقاء المتواضع بكم في إطار زيارة قمنا بها اليوم في شرشال. بالمناسبة النشاط الرياضي راه نشاط هام وهام جدا على مستوى الولاية، خاصة في رياضة كرة القدم. فيه نخبة في جميع التخصصات الرياضية اليوم على مستوى ولايتنا، وانتم ما بين الفرق وبين الأصناف اللي إن شاء الله تعرف ممكن جدا الصعود إلى مستوى أعلى. بغينا برك نشجعوكم في هذه المناسبة، شفنا النتائج الجيدة والإيجابية اللي راكم لاحقين لها لحد الآن، إن شاء الله باش تتموا في هذا العمل، وحنا كما تفرحونا نفرحوكم. ها إن شاء الله تكونوا في المستوى باش على مستوى ولايتنا رانا في جميع الميادين في جميع الرياضات، رياضة الكرة الطائرة، رياضة الجمباز، رياضة حتى التير الرمي كانت فيه نتائج جيدة، راهم يشاركوا في الألعاب الأولمبية. إن شاء الله تكونوا أنتم من الفائزين ونجوا نفرحوا معكم إن شاء الله، وكل الولاية تكون تشرفوها إن شاء الله، وتشرفوا بالأخص مدينة شرشال اللي تحتاج إلى نوع من النشاط جديد منه الرياضي إن شاء الله. على كل حال نشكركم على حفاوة اللقاء، وإن شاء الله نتلاقوا في اليوم اللي تطلعوا فيه إن شاء الله. والبلدية إن شاء الله رامي يعاونوكم يا أخي. أنا سيد الوالي كما يقول لك نقدموا لك شكر لك كرئيس كوالي الولاية رأس القطاع. ثانيا نشكر مدير شباب ورياضة اللي دائما واقف معنا. ثالثا نشكر السلطات المحلية ولا رئيسهم رئيس الدائرة ورئيس مجلس الشعب البلدي اللي يقوموا بكامل المهام تاعهم على المستوى البلدية. دونك رئيس البلدية كما يقولوا احنا الأولوية القطاع التنموي، ما نقدروش يروح يخرج حاجة أور لا لوا بدون حق. هو يعطينا واش كاين في المعقول. حنايا كما يقول لك هاد لا سيزون إن شاء الله بديناها ونكملوها كما كان الحال. حنا ماذا بينا، حنا على بالنا بلي ولاد الناس الصعود ان شاء الله ماكش تسمح فينا، وحنا ماذا بينا عندنا بروجي سبورتيف صادر ماشي غير لاني هذا، ماذا بينا العام الجاي نزيدو نديرو اكسيسيون ان شاء الله ناسيونال دو باش نلحقوا صحابنا تاع قليعه. باسكو علاش لا ولايه بازا كاين ست فرق مبر، كاين فوكا في المقام بين الرابطات هي تاع حجوط اللي راهي تصارع الباقة، وكاين في كرة القدم وكاين نجم قليعة اللي راهو في القسم الثاني، الاخرين كاع راهم في القسم المدن. حنا ماذا بينا بلي نشوفوا المستوى تاع ولاية بازا يطلع في اعلى مستوى. واش درنا لحد الان؟ كل الفرق اللي عندها طموح واللي نجحت رانا نعاونوها ورانا نرافقوها الى اخر مطر. حتى في البيجي تاعك عاونهم اور 7% نقدر نعاونهم ماشي ممنوع، ماشي ممنوع. عندك ميزانيه اضافيه عندك فائض فائض هل نجمو نجبدوا؟ ما كنتش ما نعرفوش الوالي، ما كنتش نعرف بلي نقدروا. حنا درناها عمي يحيى تفضل. كاسياس ما تخش ها بالك يصوروا معهم. هذا يا هكذا
زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.